انطلاقة جديدة تحققها مصر في مجال استخدام الموارد الطبيعية في توليد الطاقة من خلال إنشاء أكبر مدينة شمسية في العالم في أقصى جنوب مصر وتحديدا في قرية بنبان بأسوان. دعونا نتابع المزيد مع لبنى الخولي. يعد مشروع بنبان في أسوان نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر من الشمس، ودعم الشبكة القومية للكهرباء تم اختيار موقع المشروع بمنطقة بنبان في محافظة أسوان بناء على دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التي أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعا للشمس في العالم. يهدف المشروع إلى إنشاء 32 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية تنتج كل منها 50 ميجا وات، ويتم إنشاء المحطات بتكنولوجيا لعزل الغاز بالكامل لأول مرة في مصر. لذا تدعم هذه المحطات الجديدة التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة. يعد مشروع بنبان أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا بدون تخزين على مستوى العالم، ومقام على مساحة 8843 فدان بتكلفة مالية تقدر ب40 مليار جنيه. ويعمل في المشروع 39 شركة عالمية متخصصة في إنتاج الطاقة تم اختيارها بواسطة هيئة الطاقة المتجددة والجديدة بحق انتفاع مدته 25 عاما. يوفر هذا المشروع العملاق 20,000 فرصة عمل، وذلك خلال مدة الإنشاءات التي تستمر على مدار 4 سنوات. كما سيوفر أيضا هذا المشروع 6,000 فرصة عمل ثابتة في الشركات، وذلك بصفة دائمة عند بدء العمل الفعلي لهذا المشروع. وتخطط الحكومة إلى تحويل المدرسة الثانوية الصناعية في بنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية، وذلك لأول مرة في مصر. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا العرض التفصيلي. أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى ملتقى.